هل كل اطفال الدون وزنهم زياده؟ الجمله دي انا بسمعها كتير خالص في العياده عندي. الام تقول لي يا دكتور اصل انا بشوف كل اطفال الدون دول ماشيين اسف يعني في اللفظ تخان في الشارع او وزنهم زياده، فهل انا ابني هيبقى وزنه زياده زيهم؟ ودي نقطه بتقرق كل ام، يعني رغم ان هي بسيطه بس هي الام مش عايزه ابنها يبقى بالمنظر اللي هي بتشوفه في الشارع اللي هو وزنهم زياده. النهارده هنعرف امتى الطفل ده يبقى وزنه زياده، وهل الطفل ده ممكن يبقى وزنه طبيعي ولا لا. ده حلقه النهارده، تابعونا، حلقه مهمه لكل ام. في سببين ممكن يخلوا الطفل الدون وزنه زيادة. السبب الأول لو الطفل الدون عنده نقص في الغدة الدرقية وما تعالجش، وده اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت، تقدروا ترجعوا لها في السلسلة هتفهموا أكتر يعني ايه نقص الغدة الدرقية وايه العلاج بتاعها. ايه السبب التاني؟ إنه يكون الطفل ده عنده حاجة اسمها معدل حرق بطيء، وده ما لهوش علاقة بالطفل الدون، علاقة بناس كتير، في ناس كتير عندنا حوالينا في حياتنا ودي هتشوفها كتير خالص. واحد بيتخن من أقل أكل، واحد بياكل طول اليوم ما بيتخنش، والاتنين طبيعيين. الفرق بينهم إن في حاجة اسمها معدل حرق. علشان كده طفلك الدون الطبيعي ان هو يكون نموه طبيعي وما بقاش وزنه زياده ولا تخين ولا اي حاجه، يبقى وزنه زياده في حالتين، لو عنده نقص غده درقيه وما تعالجش او معدل حرق بطيء. طب انا اعمل ايه عشان احافظ كأم، عشان احافظ على طفل الدون ما بقاش وزنه زياده؟ مش عايز اشوفه بالمنظر ده. رقم واحد، اتاكد ما عندوش نقص في غده الدرقيه. رقم اتنين، لازم ابدا علاج طبيعي مع بدري مع ابني من سن 6 شهور. ليه؟ ابني اول ما يتحرك هيبدا يتحرك اكتر، يمشي وزنه مش هيزيد، لكن كل ما هو قاعد ما بيتحركش وزنه هيبقى زياده. الحاجه الثانيه ان بعد ابني سنه يكبر عند سنتين او 3 سنين اشتركه في رياضه، اخليه يتحرك بشكل كتير خالص. اسوأ حاجه بتعملها الامهات في وقتنا الحاضر ان هي بتوفر للطفل حياه كسوله، خلاص ده طفل دون خلاص سيبوه يقعد الطفل طول اليوم في البيت ما بيعملش حاجه، لانه هياكل وقاعد وزنه هيزيد. علشان كده حركي ابنك، شغليه، خليه يلعب، يشترك، وعالج الغده الدرقيه لو فيها مشكله حتى ابنك وزنه طبيعي. الموضوع بسيط وسهل، بس المهم ان احنا لازم نركز احنا المفروض نعمل ايه. في الختام تقدروا ترجعوا لكل فيديوهاتنا بقى السابقه كلها في سلسله الطفل الدون، تقدروا تعملوا اشتراك في القناة عشان توصل لكم فيديوهات أول بأول، وتقدروا تعملوا شير للفيديوهات عشان توصل أكبر قدر من الناس. نشوفكم على خير، ربنا يبارك في أولادكم ويفرحكم بيه.